السلام عليكم. اليوم بغيت نحكي لكم حكايتي، وبغيتكم تسمعوني مزيان، وبغيتكم تنصحوني. الله يجازيكم في بخير. عني في وضعية صعيبة بزاف كيعلم بها إلا الله. المهم، أنا سميتي أحلام من مدينة الدار البيضاء، عمري 25 سنة ومن عائلة محافظة والحمد لله. ما عندناش وما خصناش. قصتي غنبداها لكم من الباك. مهم، كنت كنقرأ وملتزمة بقرايتي، من القراية للدار ومن الدار للقراية، وما عنديش مع داك التفليات ديال العلاقات. واخا كيجوني الفرص، عمر فكرت ندير شي علاقة خارج إطار الزواج. هي هذيك قريت في الباك، من بعد خرجت ودرت السونتر وخدمت، بقيت هازة راسي وكنصرف على راسي، وكانوا معايا أصدقاء في العمل ديالي، مي كلهم كيحترموني وانا كنحترمهم، ومنهم واحد الصديق كبير شويه في العمر. واحد النهار مشى عطى مرتي لواحد السيد، قال لك باللي كيعرف، وداك السيد ديما كيصوني عليا وكيبرزني، وما قالش ليا شكون عطاه النمره ديالي. المهم، مشيت بدلت النمره، درت نمره جديده وعاود عطاها له، صون عليا مره اخرى وقال لي باللي راني باغيك للزواج، وانا ما متيقاش، حيت ديما كنسمع انه اللي بغاك كيجي لداركم. معليش، شديت معاه شويه وهو يقول لي، قال لي بلي راني بصح باغي نتزوج بيك، راه عاود لي عليك السي ابراهيم، داك السيد اللي خدام معايا. مشيت سولت السي ابراهيم، قال لي بصح انا اللي عطيتو لمرتك، قال لي بلي السيد راه باغي المعقول. مهم، هضرت معاه قلت ليه مرحبا بك، الا كنتي باغيني بصح وكنتي ولد الناس وباغي المعقول تجي لدارنا، اما التفليات انا راني ما نصلحش ليك. قال لي لا، انا باغيك للزواج. المهم، عاود لي على راسو بلي خدام على برا في فرنسا وفي عمره 30 عام، ماتوا ليه والديه، عنده غير خوتو وخواتاتو. عرفني على راسو، قال لي بلي من هنا واحد 15 يوم غادي يجي للمغرب وغادي يشوفني ويجي يخطبني من دارنا. قلت ليه مرحبا بك. مشيت عاودت لامي حيت عمرني خبيت عليها شي حاجه، واول مره غادي نهضر مع شي واحد بحال هكا. داز داك 15 يوم، جا السيد للمغرب وجا عندي للخدمه هو السي ابراهيم، هو اللي وراه بلاصه الخدمه ديالي. جا قال لي السلام عليكم، قلت ليه وعليكم السلام. انا ما عرفتوش الصراحه حيت عمرني ما شفته، وحتى تصويرته عمرني ما قلت ليه صيفطها ليا، وما علمنيش باللي غادي يجي. وقال لي واش ما عرفتينيش، قلت ليه لا. قال لي واش ما عرفتينيش، قلت ليه لا. قال لي السي ابراهيم داك السيد اللي باغي يتزوج بك. المهم، رحبت به، ريح شويه، قلت ليه نسالي الخدمه وانا معاك. بقى كيتسناني حتى ساليت خدمتي، خرجت معاه، مشينا لواحد القهوه ريحنا فيها، وهضرت ليه على راسي وعاود لي على راسو حتى هو، وقال لي بلي من هنا واحد اليومين غادي نجي نخطبك من داركم. انا تعجبت، اوه دغيا السيد اول مره يشوفني وغادي يجي يخطبني. المهم، ما علينا، حيت انا اصلا هذا قلت ليه لك انت باغيني اجي لدار. فرحت وقلت له صافي، هادشي اللي كنت كنتمنى من شحال هذا، حتى انا نتزوج وندير داري ووليداتي. مشيت قلتها لامي ووجدنا الخطوبه، جا هو واختو وخوه، خطبني من دارنا ودازت الخطبه في امان الله وحفظه ومشاو. عيط ليا وقال لي دابا راه غادي يطلع لفرنسا، ومن هنا لواحد 20 يوم غادي يرجع باش نديرو العقد. لكن مالين الدار ما عجبهمش الحال، قالوا لي ماشي بهذه السرعه، السيد مازال كاع ما عرفناه، ما والو، ما عرفناش حتى شكون هو ومالو على هاد الزربه. هي هذيك قلت لهم لا، السيد راه باغي المعقول، كون بغيت فلان ما غاديش يجي لدارنا يخطبني. المهم، تحديت مالين الدار كاملين وخوتي، واخا ما كانوش باغيين حيت ديك الزربه ما عجباتهمش. وانا نمشي نقولها له، وقلت ليه زربتي عليا بهاد السرعه، خلي مازال العقد حتى من بعد، ومنها نتعرف عليك وتتعرف عليا مزيان. قال لي لا،
انا راه عايش غير بوحدي هنايا، والديا ماتوا، خوتي كيستغلوني، انا اللي كنصرف عليهم، هما كبار وقادين على ريوسهم، وانا بغيت نكون بداري ونصرف على مرتي وولادي. قلت مع راسي عندو الصح، ما كاين باس. تقبلت كلامه. دازت 20 يوم، هبط من فرنسا وقد وريقاتو ديال العقد، وقال لوالدي وجد لي الورق ديالي، راه نهار الخميس غادي نديرو العقد. وجدهم الوالد ووصل داك النهار. وصل نهار الخميس اللي هو نهار الكحل عندي، درنا العقد وعلمت عائلتي وقلت لهم امتى العرس، حيت قال لي في الصيف نديرو العرس. دازت يلا 3 شهور، مهم بقينا كندويو في التليفون وكنتلاقاو. كيبغي يدخل عليا وانا كنرفض، قلت ليه صبر عليا حتى نهار العرس، وديك الساعه انا معاك، حيت حنا عندنا في العائله ديالنا عادة ما يدخلش الرجل على المرأة حتى النهار ديال العرس. شرحت له ان عندنا في العائله عيب الرجل يدخل على المرأة حتى النهار ديال العرس. هو ما تقبلش ديك الهضره، قال لي انت مرتي وانا راجلك في الحلال، وانا من حقي. بقى كيضغط عليا، حتى لواحد النهار مشيت معاه للوطيل تعشينا. مهم داز داك النهار بقينا في التليفون، حتى واحد السيمانه قال لي راني غادي نمشي لفرنسا حتى الصيف ونرجع نديرو العرس. هي هاديك مشى لفرنسا، بقينا غير في التليفون. انا تعلقت به، كل نهار كيهضر معايا. داز واحد المده، السيد اللي تبدل، مبقاش كيما الاول، مبقاش كيعيط غير مره، ولا في الاول كيعيط مره في النهار، وفي الاخر ولا كيعيط غير مره في السيمانه. السيد بان ليا بحال اللي مبقاش كيما نهار الاول، مبقاش كيعيط ليا غير مره في السيمانه. واحد النهار عيطت ليه، قلت ليه مالك ما بقيتيش كيما الاول؟ ما بغاش يقول ليا. كنبغي نهضر معاه في العرس كيفاش غادي يكون التوجد، هو كيبدل في الهضره، كيقول لي مازال الحال. واحد النهار هو يقول لي شوفي يا بنت الناس، ما انا ما انت ليا ما انا ليك، عافاك فوتيني عليك. وانا نتصدم بكلامه وقطع الاتصال معايا. انا غير بقيت كنتعجب، ما فاهمه والو، اوه سيت شنو بيه. دازت مده وهو يغير النمره ديال التليفون، بقيت كنصوني والو. مشيت الفيسبوك ديالو وانا نلقاه لاحظ الطوف ديال الخطبه ديالو مع وحده اخرى على برا. صافي تصدمت، ما بقيت عارفه شنو ندير. صيفطت ليه ميساج في الفيسبوك، قال لي يعطيني في 9، راني دابا بمرتي واللي في جهدك ديريه، وعلى ما في خيلك ركبيه، طلقي راسك ولا دبري المحاينك. صافي خواتاتي مرت، شنو غادي نقول لمالين الدار اللي كانوا رافضين هاد السيد، وخوتي اللي حتى هما ما كانوش باغين هاد الزواج هذا المزروب. حتى هما خسرت معاهم على ودو، تحديت عائلتي كامله، ولكن دارها بيا. انا كنت اعطيه اغلى ما عندي، لدرجة كيقول لي يعطيني فلوس وانا كنحيدهم لراسي ونعطيه. اش من وجه غنواجه بيه عائلتي اللي كيوجدوا في العرس، والناس اللي معروضين، وحياتي اللي ضاعت. صافي بقيت كنفكر، حتى مرت، عاودت لامي داكشي كامل، مرضات خوتي ما في خبارهمش، وعماين هادي دابا ماني مزوجه ماني مطلقه. خرج لي على حياتي وعلى شرفي. خدمتي ما بقيتش خدامه من النهار عرفتو. المهم صوروا معايا خواتاتي، لحد الان وانا كنقول دابا يرجع، عماين وانا كنتسناه، ملي بغيتو غير هو يجهني ويتلاقاو عينيا بعينيه، مي والو. بلوكاني في الفيسبوك، بدر النمره وانا بقيت واحله. مشيت سولت عليه، قالوا لي راه شحال من مره تزوج وطلق، وانا ما كانش في راسي هاد الشيء. مشيت للقضاء، شديت محامي، خلص ليا الصداق، النفقه ما بغاش يخلصها ليا، دمرني ودمر ليا حياتي، وكان كيهددني. مشيت تصاور درتهم معاه في بيت الناس، والله تحرت ومرت، وتا عائلتي كتلومني. صافي تخنقت، ما بقيت عارفه شنو ندير. املي الوحيد هما نتوما تنصحوني، شنو خاصني ندير؟ الله يجازيكم بخير، وانا غادي نقرا جميع التعاليق ديالكم. نتمنى ان شاء الله تصحوا الاخت ديالنا بكل احترام، وتردوا البال ديالكم من هذا الشيء هذا، لانه ولا كيوقع بزاف في المجتمع العربي ديالنا. تبقوا على خير.